شو انت عملتي كل هاد؟ تغيرت كتير. انا اتطورت حالي كتير بهاي السنة. وكيف طورتي حالك؟ واضح انه في تطورات مع غيث كمان، يعني طالما عزب حاله واجا لهون ما بظن انك رفضتي مو؟ يعني هلأ بفهم من كلامك انه بدك يعني وافق؟ الكل بيقول عنه شاب منيح وبظن لازم تفكري بالموضوع جان. انت كنت تحب الاكل لحد ما هيك؟ ايه بتعرفيني بحبه. حلو كتير. طيب ليش ما عم تقبلي فيه؟ شو يلي بيمنعك؟ ما بعرف. يعني يمكن بعدين وافق عليه، هلأ ما بعرف، بس أكيد إذا وافقت رح أبعت لك الدعوة، ما رح أنسى أبداً. آه لا تواخذني، لوين بدي أبعت لك الدعوة أنا؟ على البحر مثلاً؟ ما حدا بيعرف وين رح تكون وقتها، خلص ما بقدر أبعت لك إياها. تفضل، هي وصفتي الخاصة دوقة، بتمنى تعجبك. بصراحة المنظر بشهي. يلا رح دوق. أكيد كل شي بتلمسيه رح يصير حلو وطيب مثل هالأكلة. ما عجبتني هالخلطة أبداً، بعرف إنه طعمتها بشعة. اهدى شوي، أنت منيح؟ صار لك شي؟ اشرب. خلاص أنا منيح. اشرب شوية مي ليروح الحد. أنا كتير بحب التوابل أصلاً. بس برافو عليكي، أنت شاطرة. بتتذكري الكفتة النية اللي عملتيها المرة الماضية؟ بتذكر وقتها كانت نفس الطعمة. برافو، بس يا ريت لو ما اتبعتي نفس الطريقة، لأنه كنت حابب أكلها هلأ وأتهنى فيها، بس ما لي نصيب. أنت عن جد منيح؟ خلص هلأ أشرب المي وبعدين منحكي. بس هي محاولة اغتيال. فايت شكل البنت جاعي. شو فيها بتاكل يبرق؟ بدك نطعميها يبرق للبنت؟ جربي طعمية من هالخبيصة، بركي بتتعود على الحد من هلأ. ما حطيتي حد فيها ما هي؟ تفضلي مساعدة. تمام. طلعي، أنا على طول رح أعمل لك يبرق وطعميكي قصدي وقت تكبري، يعني مو هلأ. هي جوعانة. ما عم صدق أبداً أي نوع من الناس نحن صرنا، مو معقول قاعدين عم نراقب حياة الناس الشخصية، كتير عيب. شو فيها يعني؟ نحن لازم نعرف شو هي السعادة. يعني برأيك سهل الواحد يشوف السعادة الحقيقية هاي الأيام؟ وأكيد سعادة الناس رح تخلينا مبسوطين مثلهم. صح. أوف. أنا عن جد بدي أتشكركم كتير يا شباب، كتير بتشكركم. ليش شو عملنا؟ لا والله نحن ما عملنا شيء أبدا. تعرفي شو؟ من هلا ورايح ما في داعي نساوي شيء، يبدو إنه الأمور رح ترجع مثل ما كانت. إن شاء الله يا رب. والبنت الصغيرة كمان عم تشرب الحليب. خلص بعوزه. يا ريخانم خلص، لا تاكلي بزر وترتي لي أعصابي. ما بقدر واقف متعودة، خلص الصحن. لكان عطيني شوي منك. خذ. شكرا إليك. بظن هي أول مرة باكل فيها بزر. معقول؟ يا الله قديش بحب شكلها وهي نايمة. أيه تعرف حلوة. شو عبيت لها بطنها حليب، بس ارتاحت بعد الأكل لهيك نامت فورا. شوف أيه. كأنه غفيت جان. شو صار؟ ليش رجعت فائت؟ شو عملنا؟ غريب، شو عملنا لها نحن؟ بشو خربطنا؟ ما عم أفهم شبهها. ليش انزعجت هيك فجأة؟ شو صار لها؟ ليش عم تبكي؟ ما عم أفهم شبهها. تعرف يمكن لازم ناخدها على المشفى. خلينا ناخدها. يلا يا ربي خليني أخذها شوي عنك، بركي أخذها برد. ايه بعرف أخذها برد، بس ما رح تهدى معه. يعني جاي بدك تعلمني ممغوصة؟ أنا بعرف بطن عم يوجعها مبينة، أخذت برد. هلأ بتهدى معي. ايه لازم دقلها على ظهرها بس على الخفيف مشان ما تتضايق. تعرف؟ لا والله كلامك طلع مو صح، مو برد، مو برد، هاد شي تاني. جان شو رح نعمل؟ يمكن في عندها مشكلة كبيرة. أنا بظن إنه عملنا شي غلط، بس شو رح نعمل؟ ما بنقدر ناخدها لعند أمها. طيب حياتي يا حلوة يا أمورة. وضع مو منيح أبدا. معلش أنا أحملها عنك شوي. تمام ماشي، احملها خدها يلا.
ايدك تحت راسك. على مهلك على مهلك. ايه هاتيها. يلا كيف هيك؟ كيف هديت معك؟ يعني نامت هلا؟ فيقي؟ ما في داعي لهالحركات جان. خلص لا عاد تطالع صوت جنبها. معلش ما تعملي ضجة؟ يا بنت كيف نامت هيك؟ شو هي عم تضحك علينا؟ بثلاث ثواني نامت؟ نعم رجاء. خلص ما رح اتخانق معك بنوم، اصلا ما بدي اتخانق معك قدام الصغيرة. يعني جان لساته بتركيا وما راح مو هيك؟ ما بعرف. طيب كيف صار وضعه مع ريهام؟ يمكن ما كتير منيح أمي، أنت بتعرفي أكتر مني. بتعرف شو؟ بصراحة ماني مرتاحة لوجود جان بهالمزرعة. يا ابني ما بيصير يضل قريب من هالبنت لأنه هيك ما رح نستفيد شي. ليش شغلة بالك بالقصة أمي؟ ابنك مانو صغير، خلص هو بيقرر شو بده وشو ما بده، ما هيك أمي؟ أف. طيب ما رح أحكي شي بقى. إيه جان عم يحكي لك شي عني؟ لأنه هالفترة حاسسته مزعوج كتير أو معصب أو متضايق يمكن. شو هالحكي؟ يعني ليش بده يكون مزعوج منك؟ كأنك عم تبالغي شوي. ما بعرف بس هيك حسيت لأنه ما عم برد علي وقت بدق له، وكمان ما بيرجع يتصل فيني. بقول يمكن لأنه أبوه هنيك كل الوقت. معقول يكون هاد هو السبب؟ شو عم تعمل نورا؟ نورا جاي بكير. منيح انك اجيتي، بس خير ان شاء الله صاير شي؟ شو كل هالاناقه من الصبح؟ عندكم مناسبه ولا معزومين على شي محل؟ رايحين على المشفى، بدنا نشوف مريضه. على المشفى؟ اي بهدول التياب. اي والله قررنا نلبس هيك ونترتب لنرفع معنويات المريضه، هيك عاداتنا. شي غريب والله. وانت متأنقه كمان رايحه تزوري مريض؟ انت ما عم بتشوفي ناريمان ابدا، ما هيك وهيبه؟ مين ناريمان؟ هديك قصدك. لا ما شفتها من شهر او السنه، ما بعرف ما بتذكر. مو ليش بدي اشوفها؟ معقوله انت اللي خلصتها؟ لك عن جد ضحكتيني من قلبي. اقعدوا هلا نشرب قهوه، عن جد مشتهيتها كثير من الصبح، بعدين بنطلع سوا. بس هيك منتأخر، خلينا نشربها بسرعه. يلا بنشربها فورا. اقعدوا. روحي ساويه. خلوني روح وساويه لكان. ايه بسرعه بنتي، يلا بسرعه. طيب ماشي حبيبي أمير. وهبة خانم شو رأيك نروح على السوق مع بعض شي يوم؟ ايه بصير ليش لا؟ بس انت بتشتري شغلات غالية كتير وانا ما بقدر اشتري وادفع لك. ايه مزبوط. لا ما تاكلي هم. طيب ماشي. الو. مرحبا جانبيك. شوف انا عم راقب لك كل شي واتصلت هلأ لخبرك بآخر التطورات. تفضل عم بسمعك. هو شخص كتير منيح
ما عنده تصرفات سيئة أبداً، بس في شيء غريب، ما عنده أي رفقات، والكتاب الوحيد اللي عم يعمله دار النشر للآن سريهام، ما عنده مشاريع وما عم يشتغل بشيء أبداً بهالفترة. وكمان التقى امبارح المساء بوحدة بس ما عرفتها. أول ما أعرف مين بتكون رح خبرك فوراً. طيب شكراً كثير لك، رح كون ناطر الأخبار منك. سلام. بابا أنا عن قريب بدي روح باليخت. ابني أنت متأكد من قرارك بعد كل شيء؟ إيه بابا أنا متأكد، ما في داعي للتأخير. أنت بتعرف أنا معك بكل قراراتك ورح أدعمك شو ما عملت، لا تنسى. شكرا بابا. امشي. أها أهلا وسهلا. أهلين فيكي، وين ريهام؟ ريهام جاي هلأ بعد شوي، أنا رح خبرها أنك إجيت. تعال أقعد يلا. جبت لك الكريمات، ودارين بعثت لك كل اعلانات الكريمات القديمه من شركتنا، صاروا بالايميل، وفي عنا اقتراحات لاسم الماركه، خلينا نحكي فيها وبركي اذا عجبك شي منا منخبر دارين. ماشي. هي كل النماذج اللي عبيناها مبارح، افكارنا ومشاعرنا واحاسيسنا وتوقعاتنا بخصوص الكريم كله موجود. تفضلي انسريهام. موزو كتب شي 47 صفحة أو أكتر، وكتب بخصوص زيارته لغينيا الجديدة. هالقسم شو فيه؟ بس شو هاد؟ إيه هي يمكن طبعناها فاضية بالغلط. ريهام غيث صار هون، شكلكم طالعين غداء عمل مو هيك؟ خد جيجي يلا بشوفك. لا تاكل هم جنبك. ريهام هلا عندها غداء عمل مع غيث، يعني بدها تشوف كاتب بتحبه ورح ياكلوا سوا وبترجع، بس تخلص يعني بتخلص وبترجع فورا. انت لا تاكل هم، رح ترجع. امشي. تمام. انا بعرف كل شيء هون لاني بسال على طول، ودائما بعمل تحرياتي الخاصه. حبيبي ما عطتني رأيك بفستاني. حلو يلا بسرعة امشوا لشوف، خلونا نروح من هون أحسن مشان نوقف لك تاكسي. ما في داعي وهيبة، بدي امشي معكم، الجو حلو. نهاد اطلب لك تاكسي. لا حبيبتي ما في داعي. أمي كيف بدك تروحي معنا على المشفى وأنت ما بتعرفي حدا؟ شو حبيبي روح معكم وبتعرف عليهم عادي. شو بدنا نسوي؟ ما عارف. أهلين بابا. ايه طيب ماشي بشوفها، مع السلامه. شو حلت هالله شو هاي تاكسي كان بيجي منك ابوك؟ اطلع اطلع يلا يلا بنتي اطلعي بسرعه. حركي كده كده تعب. تمام اطلعي بنتي يلا اطلعي يلا انا اجيب. تمام امشي اتحرك بسرعه جاي معنا على النوني مضطرين امشي بسرعه. وهيبه باي باي. تاكسي ممكن تلحق هديك السيارة لو سمحت؟ شكرا.
وهلا مثل ما قلت لكم يا شباب بدنا نعيد الخطوات اللي تعلمناها من قبل. يلا ورجوني رقصاتكم. بلش يلا يا وهيب. حط ايدك على خصري. قلنا نبلش. كثير حلو ما هلا اعملي مثلي. انا بعرف لانه هيك بشوفهم بالافلام. واو حلو حلو. رخي حالك شوي ولا تشد كتافك إذا بتريد. حلو كتير. لا تستعجلوا على مهلكم. دعست لي على رجلي. آسف آسف. هلأ الاجتماع ما رح يطول ما هيك لأنه أنا لازم أرجع فورا. ريهام اسمعي، أنا ما عرفت أعرض عليك الزواج، مو هي الطريقة اللي كان بدي إياها. غيث أنا بظن أنه ما سمعتني منيح. أنت صديق بالنسبة إلي، يعني أنا أكيد بحترمك وبقدرك بس مو أكتر من هيك. بعرف وأنت هيك كنتي بالنسبة إلي، بس يمكن مع الوقت. الوقت ما رح يغير شي غيث. هلأ يمكن أحسن شي لقلنا نبعد عن بعض لفترة، لأنه بصراحة كل ما انفتح هالحديث عم أتوتر. هذا بسبب رجعة جان صح؟ هو خرب كل شي. على أساس تجاوزتي نسيتي هالشي؟ أنت فهمان كل شي بالمقلوب غيث. الشي الوحيد اللي كان بدي أنساه واللي كان بدي أتجاوزه هو الوجع اللي سبب لي إياه. ما بقدر أنسى جان وحبي لإله رح يضل عم يكبر لآخر عمري. شي بزعل. جان تخلى عنك مرة وهلأ رح يتركك مرة تانية. هو بده يروح، ما بده يضل معك، فهمتي؟ بده يروح؟ أنت عم تكذب علي. ليش بدي كذب بقى؟ سمعته عم يحكي مع أبوه الصبح. ما بتعرفي يمكن يكون هو راح هلأ. شو؟ قليلي قليلي شو بدك تعملي؟ ريهام؟ لحظة ريهام، لوين رايحة؟ بدي ضل لحالي، ماني رايحة على الاجتماع. خلص اعتذر منهم. يلا. ألو لينا، تعرفي وين جان؟ ما بتعرفي معقول؟ انتبه. اي منختي خطوة صغيرة، بس خطوة صغيرة. اي ومنرجع لورا بعد ما نعد للتلاتة. لا تتركوا مسافة بيناتكم، ما بيصير يكون في مسافة كبيرة. عم يخربط بالرقص استاذ. شو هالحكي؟ ما عم خربط. معه خليه ينتبه شوي. رح نعيد من الاول خلص. من شكرا لك استاذ. يمكن كنت متلبك شوي. يلا يا شباب خلصنا. كأني عم أتعلم بسرعة. صغيرة وبعدين لورا. انتبه. شو كيف؟ برافو عليكم. اليوم بيكون خلص درسنا، كنتوا ممتازين ورأسكم حلو كتير. شكرا. برافو عليكم. أنا ناطركم بالدرس الجاي لأنه عن جد أنتوا شاطرين وموهوبين ورح نعمل شغلات حلوة كتير إن شاء الله. نلتقى الدرس الجاي، انتبهوا على حالكم. شكرا لوجودكم وإن شاء الله موفقين. يلا سلام. شكرا. يلا خلينا نحن ما عاد نجي. إذا ما بتعرفوا السبب لأنه إذا ميرفت هربت من المحل وقت رح يضل فاضي. بس تعلمنا كتير شغلات. شكرا كتير. ناطرك من على الطاولة. ها يلا مع السلامة. كأنهم هربوا. ايه هيك شكلهم. ايه عجبكم الدرس؟ حبيناه كتير. شكرا لكم على كل شيء. عن جد قضينا وقت حلو كتير وانبسطنا. شكرا لك يا أبي. يلا حبيبي نحن صار لازم يلا نروح. يلا حبيبي أمير، موبايلي عم بيرن، حطيت لي اياه بجيبتك. مين؟ ريهام. ليش مين في غيرها؟ أمير؟
الو حبيبتي كيفك؟ تعرفي وين صاير يخته لجان؟ شو صاير؟ أمير وين يخته لجان؟ ما بعرف ليش؟ شو صاير ريهام؟ بده يروح بس هو قال لي ما رح يتركني ابدا، ما بعرف شو اعمل وما بعرف وينه، هلا انا رح جن. جان ديفيد ما بيقدر يروح بعد هلا، عم تفهموا هالحكي؟ يخته بده صيانه بس وينه هلا؟ ريهام جاني على الاخر، يمكن جان بده يروح، عم تسال عن يخته وينه؟ هو قريب على بيتنا. اختي اليخت قريب على بيتنا ريمان خانو. الو سكرت بوشي؟ عن جد رح يروح؟ اي بصراحة جان ناوي يروح بس كرمال يبيع اليخت. لكان خليني خبر اختي. لا بنتي لا تقولي لشي، خلص تركيون، هلا صار لازم يحلوا مشاكلهم لحالهم. ايه صح تركيون. يلا تعالوا. لكن جان رح يبيع اليخت. شوي استنى لحظة، لا 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 تعمل هيك، اطلع وركز معي، انت ما رح تروح على اي مكان. شو ما سمعتني؟ عم قلك ما رح تروح او تسافر لاي مكان. شو لوين؟ خلص معناتها رح تجي معي. جان؟ جان لا تجن، لوين بدك تبحر؟ شو عم تحاول تعمل انت؟ ممكن ترجع هلا؟ طالما عم تلوميني لاني بدي روح واتركك، خلص رح نروح سوا. جان؟ جان؟ بلا جنان؟ شبك؟ جان؟ خلاص برمى لا تشد. جان خلينا نرجع إذا بتريد رجعنا. جان اتركه. جون بحركها من هون، اتركها. طيب خلاص بس خبرني لوين رايحين. لمحل ما بياخذنا الهوى. جان إذا بتريد خلينا نرجع. ما عاد في مجال للرجعة. طيب ماشي انتبه على حالك. عندي فوبيا من المرتفعات. انتي ما عم تفكري تزتي حالك ما هيك ريهام؟ خلص روقي وعدي عدي، ما في مكان تهربي عليه، ليش ما بتنبسطي بهذا المنظر وبالجو وبالطبيعة يلي حواليكي؟ عن جد؟ طيب وانبسطت وبعدين؟ ها؟ كيفك؟ منيحة وانت كيفك؟ تمام شايفة ضبيت كل شيء. ايه وين الكريمات؟ ما في كريمات. شو قصدك؟ يعني ريهام ما جابتهم معه، دورت عليهم بالورشة وبالبيت بس ما قالن أثر. ريهام وينها؟ ريهام مانا هون كمان. والكريمات؟ راحت بدون ما تجيب الكريمات. صباح الخير. صباح النور. ايه بس الأستاذ مراد بده 20 علبة. ممتاز هالخبر حلو كتير. لا ما نحلو لأنه الكريمات مو هون ولا ريهام راحت وما جابت ولا علبة. شو العمل هلأ؟ كيف بدنا نتصرف؟ لازم نلاقي حل. صحي وين الكريمات يلي جبتوهم من قبل؟ وين حاطينهم؟ رح نشتغل نحن وندبر حالنا فيهم. بس أنا كبيتهم بالزبالة. كبتهم. عفواً شو عملتي؟ أي كنت عم انزعج من منظرهم كل ما طلعت فيهم، لهيك أنا أخذتهم وكبيتهم بالزبالة. عملتي كل هالمشاكل مشان ما ينباعوا الكريمات بالمحل. اي صح. حطيتينا بموقف محرج وبشع، وبعدين رحتي كبيتيهم ببساطه دارين. عن جد مو منطقيه انت. اي انا قلت لك كنت معصبه كتير وحسيت انه المكان كله طاقه سلبيه وحبيت نطفي المحطه، لهيك اخذت كل شيء كان قدامي وكبيتهم بالزباله. خلص انا يئست خلص.
طيب خلص خلونا نشتغل، الحكيم قاعد يفيد، اهدوا شوي، خلص رح نحل الموضوع. وريهام وينها؟ بركي إذا أجت وبلشت بتلحق تعمل الكريمات فوراً. بتلحق. صحيح معك حق بهالحكي ريهام، لكن أنا رح روح على البيت وأحكي مع ريهام وقلها ترجع لتجهز الكريمات. يلا أنا رايحة حاكيها طيب فوراً. طيب يلا بسرعة رح نقلها. كبيتيه شو علي؟ بسيطة. بتقول أمي إنه العقد بتجيب الحظ البش على هيك بدي فكه، بس ما مفكت رابطها كتير منيح. هاي انتو اسمعوني، لك أنا هون، هاد الرجال خطفني وربطني، تعالوا خلصوا عليه. يا ناس أنا هون، بعرف إنه بتقدروا تشوفوني، تعالوا أنا هون، تعالوا ساعدوني، اطلعوا على جهتي. بالنسبة لهم انت بتبيني عم تلوحي لهم وتسلمي عليهم، ما رح يعرفوا من بعيد انك عم تطلبي انه يساعدوكي، لهيك لا تعذبي حالك على الفاضي. انت مو معقول، بس معك حق. ماشي ايه تمام، لامتى يعني رح تضل عم تتصرف هيك؟ بالاخير رح توقف على الشط. صدقيني انا بقدر ضل بالبحر شهور بلا ما اوقف. شو هالحكي؟ بالله بتقدر؟ قالوا بيقدر يضل شهور. الو لينا، لينا جان خطفني وانا هلا معه باليخت ونحن بنص البحر. وين بالضبط؟ هاتي حاكيها وخبرها وين. ها هو رح يخبرك، ليكي جان بيعرف بالبحر اكثر مني، لهيك خدي احكي معه. خد جان لشو الولدنه. لك جان كبيت تليفونك كمان؟ لك شو هالحيوان لك شو هالجنان اللي عملته هلا؟ عن جد مجنون. انت اضطرتيني اعمل هيك. النجدة ساعدوني، حول ساعدوني، سمعتوا؟ ما في حدا هون؟ ها سمعوني وجاوبوا. شو مانكن هون؟ ما في حدا؟ ألو؟ ساعدوني مشان الله، ساعدوني مشان الله ساعدوني. لك أنا بنت مخطوفة وبنص البحر. إيه إيه صح، إيه أنا مخطوفة هلأ. إيه خطفني شاب شعره طويل اسمه جان، هنن بيعرفوك على فكرة. عن جد؟ إيه عن جد؟ رح تكونوا هون بعد دقيقتين؟ إيه لأنه أنا بخاف من المي. إيه فهمت. ايه انا بورجيك يا جان. جا على بالي دق لجان. الرقم المطلوب مغلق او خارج نطاق التغطية، الرجاء معاودة الاتصال لاحقا. مغلق؟ بمين بدي اتصل؟ ألو غيس شو أخبارك؟ أنا منيح نورة خانو، منيح إنه دقيتي لي، كنت حابب أحكي معك. حلو كتير، شوفك على الغدا نقعد ومنحكي. لا لا أنا ما عندي وقت بنوم، بس قدرت لاقي حل لوحدة من المشاكل، مشكلة مزرعة ريهام. الكل مجتمع هنيك، لهيك ريهام توترت وخافت وصارت تبعد عني. بكل الأحوال شكله ابنك استقر هون ومو ناوي يروح. لازم لاقي حل وامسح هالمزرعة عن الوجود بأقرب وقت. لحظة غيس، شو قصدك انه تمسح المزرعة من على الوجود؟ بظن انك عم بتبالغ شوي، شو رأيك هلأ نقعد ونحكي سوا؟ فكرت كتير، انا هلأ بدي احكي مع ريهام، يلا سلام. ها
حبيبي شو رأيك نروح نسبح؟ اي والله فكرة حلوة. شوب كتير؟ حاسس حالي رح انفجر. شو هالشوب كله؟ والله رح دوب كأنه نحن قاعدين هلأ بنص الصحراء. الرقم المطلوب مغلق، الرجاء معاوضة. وينهم هدول؟ والله شوب كتير. ما عم بقدر اوصل ولا لحدا فيهم، عم دقلهم هن الاثنين وعم يطلع لي موبايلاتهم خارج التغطية. اتركيهم بحالهم، نحن بنعرف انهم مع بعض، شو بده يصير لهم يعني؟ ما حدا رح ياكل الثاني. تركيين يحلوا مشاكلهم. اي والله ما بدها هالقد. دارين خانم شو رايك نهتم بشغلنا؟ ماشي بعرف الفضول رح ياكلك، بس هنن واعيين وكبار وبيعرفوا يتصرفوا منيح. نحن شو كان بدنا من الاول؟ كان بدنا نجمعهم سوا. معك حق. وهلا ليكن اجتمعوا مع بعضهم ونحن خلصنا المهمه بنجاح. مو صح كلامي؟ اكيد صح. مزبوط. اي صح. معك حق. بس لا تعصب كلامك. صح بسيطة. معك حق. اسمعيني اختي ناريمان، انا متهور بعرف، بس منطقي وفكر بعالي. احذروا شو رح نعمل هلا. اليوم عطله وشوب كتير، رح اعلن انه اليوم عطله وانه اليوم بيكون اجازه. عن جد؟ عن جد لازمنا اجازه. اوف جيجي شو قصدك انه اليوم اجازه؟ يعني ما بنشتغل. بس هي شركه، هي شركه الفكره الرائعه. شو يعني عطله؟ جان شو حكى؟ لا تنطلق علامة ريهام، بدنا نساوية أهم زبونة عنا، يعني بدنا نشتغل لينجح اسم ريهام. ماشي عم تفهم؟ يا ريت يسكروا الجسر فورا لأنه رح يصير في عجقة كتير. مرحبا. شو وين ريهام؟ والله أكلناها. حاجة غلاصبة حلوة مو؟ رح تجي بعد شوي، أكيد رح تجي، بس لازم تكون هون مشان الشغل. تفضل اعود. المرة الجاية بس يمرق منطلب وراءه. ليك غيث ريهام مشغولة شوي، بس على الأغلب رح ترجع بعد شوي. إذا بتحب بتقدر تنطرها هون، بس نحن عم نشتغل، إذا كان هالشي ما بيضايقك يعني. طيب رح انطرها هون، اعود لنشوف. عيب عليكم. وين العيب؟ ريهام ريهام تعرف جاي عبالي اخنق. والله ما بصدق، عن جد ما عم صدق. استسلمت انا فعلا، استسلمت. يعني كأنه ما بيكفي انك رايح وهلأ اخذني معك كمان، عم يعاملني كأنه صغيرة. فظيع، ما كنت هيك قبل. شو اللي غيرك؟ اسمعني هلأ أو بعدين أنا رح نط من هاليخت. أنا رح لاقي شي طريقة ورح أهرب من هون، ورح تشوف. بدي أهرب من هاليخت، خلي عيونك علي لأني بأي لحظة ممكن نط بالمي. بلا ترباية، عن جد قليل الحياة. شو وقع حمي بعد بوسة؟ طيب في استبيانات بخصوص العطر وعبيناهن بالاجتماع الماضي، وينهن هلأ؟ ليكن هون موجودين عندي. بعد ما خلصت كل الاختبارات يلي عنا، جبت كذا نموذج مشان نختار منهم الشعار، وكتبت الأفكار يلي حسيتها مميزة، مع نغمات عالية ونغمات واطية. رح شم ريحة عطره من أصغر حركة إله ومن صدره. حلو كتير، بس جريء شوي مو؟ شوي. برافو عليك مظفر بك. برأيك أنت بدنا نبيع أحسن منتجات ريهام تحت هذا الشعار؟ لهيب الحب. لا لا لا، هذا اسم تقليدي، خلينا نلاقي غيره. ايه طيب. وهي ورقتي. شكرا. غيث شو عم تعمل هون انت؟ طيب يا شباب نحن رح نمشي. اشتغلنا بما فيه الكفاية اليوم، شكرا لكم. واذا في اي شيء انتو حلو. طبعا شريكي. شريكي. رح نروح يمكن نتمشى شوي. سلام. تمام انبسطوا. مع السلامة. ما مطول. أو يمكن نسبح. صح مو هيك اتفقنا؟ قال يمكن يروحوا يسبحوا. مرحبا يا شباب. كيفكم؟ تمام حبيبي. نعم شكرا. كيف هيك؟ بدي افهم، شلون بتكب الكريمات اللي جبناهم من عند شيرين؟ عود خلينا نلاقي حل. جود لو سمحت، ما حدا خبرني انه هالكريمات مهمة كتير وما لازم كبهم. انا كنت معصبة من هديك المرة وكبيت كل شي كان قدامي، بس اللي شو اللي زعجك انت بالقصة؟ عن جد عم تحكي؟ هدول الزباين ما بينطروا، أنا دورت بكل مكان بالورشة وما لقيت إلا في علبة معي. ما لقيت إلا خمس علب يا خانوم. طيب ماشي، عندي فكرة حلوة. باعتبار أنا بحل المشاكل على طول، خلينا نفضي الكريمات من العلب ونحطها بعلب أصغر ونبعته للزباين، شو رأيكم؟ استني شوي. كيفك غيث؟ عذرني بس الوضع متأزم. وهلأ بقى نرجع لفكرتك العبقرية والعظيمة. أنا عم بحكي عن السوق الأوروبية، يعني عم بحكي عن إنتاج ضخم، عن شغل راقي. بس أنت عن شو عم تحكي؟ ما في شعار، ما في شعار، بدون شعار ما رح يكون في شغل أبداً. خلاص بكفي بقى،
حاجتكم، هالموضوع ما بيستاهل كل هالمبالغة هي. هلا بكل بساطة منروح على الورشة ومنساوي الكريم، أكيد في وصفة لازم نعرف شو هي. إيه معك حق، امشوا على الورشة هلا، رح نجيب الوصفة ونرجع لهون دغري ونساوي الكريم هون، لأنه الورشة صغيرة وما بتساعنا كلنا، بس يا ريت بهدوء. بلا فوضى إيه؟ يلا، يلا جود، جيجي تعال. بس ما في شعار لهلا، ما في، بلشوا بتحضير الكريم. كيف رح يحضروا كريم بلا شعار؟ ولسه ما في كريم بالأساس. فهموني، كيف رح تعملوا كريم ما إله شعار وعلى أي أساس رح تبيعوه؟ معقول هالقد سهل تحضير كريم؟ يعني فوراً تحمستوا وصرتوا بدكم تجيبوا الوصفة وتطبقوها طيب والعطر؟ هو معون حق، نحن بورطة ولازم نتصرف بسرعة، بس إذا نحن أنتجنا الكريم بدون علم ريهام، معقول نكون لصوص مثل شيرين يعني؟ مين هاي شيرين؟ اوف، البنت اللي بتبيع مواد عندها محل وبتبيع فيه كريمات، جابت لزقات وحطتها على الكريمات تبعت ريهام وبعتهم على اساس هي عملتهم، واذا دورت عليها ما رح تلاقيها لانه راحت. حلو هالمكان. كيف حلو وليش؟ شو بدك تساوي؟ ريهام ما في أمل تهربي. يا ريت أول شي تطلعي فيني مشان أعرف أحكي معك. أنت شو بدك مني؟ بدي نحكي. عن شو بدنا نحكي بالله؟ عن شو ما بدك، أي شي بتحبي. بشو بدك أنا نبلش؟ مو كتير مهم الموضوع، كل شي بدي اياه انه اطلع بعيونك حتى لو الموضوع سخيف. الشي اللي بيهمني تحكي معي. مثلا احكي اول شي بيخطر ببالك. شعرك طولان كتير، ما تستغرب تلاقي فيه عصفور بكره. ثواني. ليش عاجبتك القعده ريهام؟ كان لازم قل له شعرك الطويل لابق لك لأنه غير لك شكلك، واليخت كتير حلو، سيرة العصفور كانت أحسن منهم. افتحي إيدك. هي إلك، هي عليها طير الباتروس، إذا عجبتك خديها. إيه باخدها. خبيها معك بين ذكرياتك وحطيها على شعرك، وبتكون معك دائما وجزء منك. كيف حطها بشعراتي؟ أعطيني إياها شوي. كثير لبقت لك. حلوة ولبقت لي ما؟ يسلم ايديك. شو كنتي رح تقولي وقت اجيتي على اليخت؟ ليش قلتي لي ما رح تروح على أي مكان؟ أنا؟ هيك قلت لك؟ أنت ما فيك تروح لأي مكان لأنه رح تقهره لأبوك. صح أبي. والوكالة؟ إيه الوكالة لك. صح، وغيره. وأنا قصدي أنا متضايقة لأنك مو مهتم بالوكالة ولا برفقاتك ولا بأبوك. يعني أنت رحت، قصدي كنت رايح. كنتي عم تقولي أنا، فإذا بتريدي كملي لي هاي الجملة ريهام. إيه والله مزبوط، أنا قلت أنا كمان. إيه أنا عن جد، أنا عن جد جعت، وكمان هاليخت بهز كتير، معدتي بلشت توجعني لهيك جعت. معقول نكون عم نغرق جان؟ ما بدي موت جوعانة. شو ما عندك أكل؟
أهلا وسهلا فيك يا أنسي. يسلم وكلك ذوق. تفضل أستاذ. جيت لشوف الآنسة شيرين. هي مانا هون اليوم، كيف بقدر ساعدك؟ عندكن كريم معمول بخلطة مميزة نصحني فيه واحد من رفقاتي. والله ما عاد بقيان منه أستاذ، بس رح توصلنا دفعة جديدة. فهمت. طيب مو مشكلة، لكن برجع بعدين. كنت بدي أسألك سؤال، يمكن من فترة صارت مشكلة هون مشان هذا الكريم. المنطقة كلها حكت بالقصة، إجوا سرقوهم من هون بنص النهار. أنا مو دائما موجود بالمحل، منوزع منتجاتنا لتنباع بسوق المدينة، مرتي اللي بتقعد هون. بس بعد المشكلة اللي صارت وضع صار سيء كتير. الحمد لله، أهم شي سلامتكم، وبتفهم وضع مرتك كمان. بصراحة نحنا كمان عانينا من مشكلة مثل هاي، وخسرنا بالتجارة وما قدرنا نعوض أي شيء. إن شاء الله الله بيعوضكم. تسلم. بس أنا ما رح وقف وأتفرج هيك، رح أرفع دعوة عليهم. معك حق، كلامك كله مزبوط، بس بتعرف الأمور القضائية بتطول. نحنا كمان قاضيناهم بس لسه ما طلع الحكم، يمكن لو بلغت عنهم تنتهي القصة أسرع. يعني احتمال تتسكر الورشة لأنه هن عم ينتجوا بشكل غير قانوني وفي دليل بتستخدمه بالضبط. أنت بتعرف مكان الورشة؟ طبعاً بعرفها لأنه أنا بكون من هنيك. عم ينتجوا هالكريمات بمكان كتير وسخ وبطرق قديمة وما في تعقيم ولا حتى اهتمام. الوضع بيقرف عن جد. بتحب نشرب كاسة شاي سوا؟ إيه طبعاً. تفضل. شكراً إلك. تكرم.